الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب قراءاتنا وبركة دعائنا مقبولة مرضية منا. أول لا حضرة سيدنا وشفينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة بل بن الكنب اللباس سيدنا خضر عليه السلام وإلى حضرة الشهداتنا سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى حضرات ساداتنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات ساداتنا أئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرات سيدنا قطب الأقطاب وغوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الدفاعي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا أحمد البدوي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الدسوقي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا سلطان الهند خواجة معين الدين الاستيل الجميري قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان سيد محمد مدني العالمي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان سيد محمد مولى البخاري قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان سيد علي المنبرمي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا قطب العالم ولي الله سيد المنبرمي قدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله صدره وإلى حضرة شيخنا وربنا وملاذنا الأستاذ نور العلماء عبد القادر عبد الله القادري قدس الله صدره وإلى حضرات ساداتنا أصحاب الطرائق رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرات ساداتنا دجال الغيب رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرة سيدنا قطب هذا الزمان رضي الله عنه وإلى حضرات السادات الأقطاب والأوتاد والنجباء والعرفاء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى وكلهم أجمعين وإلى حضرة سيدنا مسندي ومرشدي وجدي وربي قطب الشرفين قطب الحرمين السيد علي اللهد القدس الله صدره وإلى حضرة سيدنا مسندي ومرشدي وجدي وربي قطب الزمان السيد عبد الله اللهد اللاذوري قدس الله صدره وإلى حضرة ساداتنا أجدادي ومشايخي رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرة سيدنا مسندي ومرشدي وأبي الشيخ عبد الرحمن بن كويت قدس الله صدره
وإلى هورات السادات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بحقوقهم وبجاههم، اسر أسيرنا وسجل أمورنا وهشل مرادنا وقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اللهم ادفع بلياتنا يا دافي البليات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والنمامين والمتكبرين والفتانين والساهرين والآينين أنا يا خفي الألطاف. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل هذا السر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من الديون والمظالم والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وإنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربي يسر ولا تعسر، بزدنا علما وحلما وفضلا وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا. ربي تمم بالخير والسعادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن مات منا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله وقنا وإياه من شر ما قضيت. اللهم عافنا وعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.